السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاجة خاتمة وابنها الأستاذ فايز. هذا الجزء هو الجزء الخامس من المقابلة. حاجة، في نهاية الجزء الرابع كنا بنتحدث عن شو كنتوا بتزرعوا في المنطقة. كان في بي... آه. نعم في كان في عندكم بيارات؟ لا بيارات، لا ما في بيارات. كانت موجودة في منطقة أبو سويرة. بيارات عند أبو سويرة في نعم. الأرض الحمراء. في الأرض الحمراء. مش أراضي البرص الشمالية. البرص. نعم. في الأراضي الجنوبية. الجنوبية. نعم. الأراضي الجنوبية عند أبو سويرة. القريبة من مجرى النهر. نعم. النهر كنت توصلي يا حجة أنت؟ أنا ما كنت أعوم فيه. كنت تعومي فيه؟ نعم. محمد في قلبه. هلا بدنا نحكي كيف كنت تعومي فيه. نعم. بس نكمل حديثنا عن ال ال الزراعة. نبغى المياه ونصير نعوم فيها. طب حجة، شو كنتوا تستخدموا أدوات للإحراث؟ على إيش كنتوا تحرثوا الأرض؟ فرد حديد. سكة يعني. سكة الحديد. بس بيسموها هم فرد. فرد حديد. والفرد هذا خشبي. ومن هذا مخزوق وينحط في حبل وينربط في حبال الجمل هيك عكتوف على الجمل. على الجمل بحرصوا عكتوف الجمل بحرصوا بواسطة المحراث اللي هو الفرد على الجمل. دائما الحراث على الجمال كنتوا يحطوا قاعد على عكتوف الجمل. بس على الجمل تحرصوا؟ ممكن تحرصوا على حصان؟ نحرص على حصان على زي الجمل ممكن. في ناس كانوا يحرصوا على حصان. يحرصوا على حصان ممكن. على حمار؟ على بقر. على بقر ممكن. على جوز ثيران بقر. عمالات. عمالات بيسموهن. عمالات. نعم ممكن. على دابة حمار مثلا. زي هي. ممكن على حمير ايضا او على دابة ممكن. في اللي ما عنده جمل. اللي ما عنده جمل ممكن يحرص على الليل. يحرص على بقر. نعم كان الجلاوي يحرص على بقر. نعم يقرنهن ويحرص عليه. نعم. طيب حجة بدنا نحكي شو كان في عندكم الحيوانات اللي كانت موجودة عندكم بالمنطقة. نعم. ايش كنتوا تربوا او الناس كلهم بشكل عام شو كانوا يعني ربوا؟ الجمال كان موجودة عندكم؟ قليلة اللي اقدر اجيب معك قليل. اجمال نادرا. الاجمال نادر. يعني في ناس عندهم قطعان اجمال كانوا؟ لا ما عندي. نعم. اكثر شخص يعني ممكن يكون عنده جمالين. جمل واحد. جمل او جمالين. جمل يحرص عليه بس. في ابو سويرح ما كان عنده جمال اثنين مثلا؟ ما كان في بيت عنده جمال اثنين؟ ممكن في. ممكن. اذا هو من جمل الى جملين. تستخدم لايش هذه الجمال؟ للزرع، للحراس، للحمل. نعم. للحمل. يجروا عليهم قش. نعم. يجروا عليهم جرارة قش. نعم. عجمال يفردون يفجرون ويجرون يدفعون. نعم. اذا يستخدم للحراثة ولل ولنقل الحبوب، نقل القمح، نقل القش. للقش. للنقل. نعم. وممكن ينقلوا عليه الخضرة وتودوها على يافا؟ يمكن. ولا كيف كنتوا تودوا الخضرة على يافا والعنب؟ يودوا بعض احيان ما تجيب سهل. بس فيش يودوها ينقلوها فيش؟ عجمال. عجمال. نعم. اذا الجمال كانت وسيلة نقل. عجمال. نعم. وجرسان الهن جرسان الجمال. شو هم الجرسان يا حجة؟ الجرسان جنن. جرس؟ جرس. جرس عادي يوضع في رقبة الجمل. وليهن ودع عخشومهن من هان. نعم. على نوف ودع. على عخشومه. الودع اللي هو عبارة عن صدف. صدف لونه ابيض. ودع ابيض. ودع ابيض. تشبكوه مع بعض يشبكوه زينه في انف الجمل. عجمال. سموه الوداع. ودع. يزين انف الجمل بالودع. نعم. هو هذا اللي بيقود الجمل ايش بسموه؟ رسن. رسن. رسن الجمل. نعم. رسن الجمل. نعم. مخطمة. المخطم. المخطمة هذا اللي تيجي من ورا غانو. ورا راسه. نعم. عند عرعورة من ورا. نعم. مخطمة اسمها. نعم. المخطمة هذه تنزل و قطعة قماشية يعني المخطمة أو حبل. أو حبل. حبل. بيكون أقوى. القماش يا جديد مجدود. حبل مجدود. نعم. نسيج ما يكون يجرح بس.
نعم نعم. طيب حج بقر كان موجود؟ أبقار كانوا يجنوا الناس أبقار. نعم بكميات كبيرة جدا. كميات مين اللي كان عنده أبقار كثيرة جدا؟ كان أرجلاوي. أرجلاوي كان يملك قطعانا من الأبقار. أرجلاوي وعمته سلمية. عمتك؟ وعمتها سلمية. كانت متجوزة عند مين عمتك سلمية؟ عند مفلح أبو سويرة. عند مفلح أبو سويرة كان لها قطعان أبقار كثيرة جدا. هي المالك تبعها. هي طبعا باسم زوجها، لكن زوجها دي حريم خالد. زوجها له زوجات كثيرة جدا وشيخ بلاد. هي ساكنة عند أخوانها. لما تحكي له حريم كثيرة يعني كم واحدة؟ يعني أكثر من أربعة؟ يعني ثلاث. هي الرابعة. ممكن يكون خمسة ستة؟ هيك شيء. ممكن يكون عنده خمسة ستة سبعة؟ عنده بجوز. بس كيف يعني يطلق إشي منهن أو؟ عنده الشرات. عنده كثار. ولكن ضمن الشرع أربعة. أربعة. حدوده أربعة، لكن ممكن يكون يترك القادمات يهجرهن أو يتركهن خلص ويتجوز غيرهن. نعم نعم وظل محافظ على الأربعة. نعم العدد. طيب منتجات البقر شو يعملوا فيها حجة؟ الحليب وما الحليب وال... يطلقوا عجولهن منتجاتهن الحليب. يربوا عجول. حليبهن ايش يسووا فيه؟ الحليب يخلوا ويطلعوا منه زبدة. زبدة ولبن. في فخار كيزان يقول له الكوز. كوز فخار يضع الزبدة فيه. طب لما تحكي يخضوا الحليب. نعم. والله في سحن. يحطوه بسحن. جلد. يحطوا الحليب بعد ترويبه. بعد ما يروب. بعد ما يروبوا الحليب اللي حلبوه من الأبقار يحطوه يروبوه بعد ما يروب. طب كيف تروبوه أول شيء؟ يحط فيه شوية لبن. لبن قديم. بعد ما نحوره ونركده يبرد شوية يعني يظل فيه الفوان. يظل دافي نوعا ما. نحط الربو فيه ونكم رأي. الربو يعني اللبن. الروبة لبن قديم. روبة اللبن القديم. لبن قديم بروب بعضه. طب شو الوعاء اللي تعمل فيه تحط اللبن فيه ايش؟ طنجرة. طنجرة. طناجر. نحاس ولا ايش؟ كبار. لا قدورة كبيرة يعني. ولا ايش قدر توتية؟ توتية. نعم. توتية الكبار. نعم. عبيها حليب ونكفرها. وغطوا عليها. غطوا عليها. طيب هيو صار لبن بعدين؟ بعدين نفتحه الصبح بدري حين الولان نحطه في السحن. يديروا اللبن هذا في السحن. شو السحن عاد هلا؟ السحن. السحن. السحن نعم. السحن هو عبارة عن جلد ماعز. مدبوغ. بكون مدبوغ جلد هذا بدبغوه طبعا بسلخوا جلدها سلخ بدون تمزيقه بخرجوه كأنه كامل متكامل. مكان الأرجل ومكان الإيدين بربطوهن. نعم. والرقبة تبقى رقبة الماعز أو الكبش أو هذه الأشياء. لا النعاج ما ينحاس. ما بالعاج. هاي معلومة أخرى إنه النعاج ما بيسوى جلد سعن. إلا الماعز. بتمزق. بتمزع. نعم. بس الغنم جامد جلد. نعم. الغنم هذول ممكن يعملوا من سعن. بدو البقر. العجول في عجول. أو العجل. أو العجل. طيب يتخيط. بعد ما يذبحوه بيسلخوا جلده. بعد ما يسلخوا جلده بفردوه بملحوه بفردوه لفترة زمنية. وبعد ما يملحوه فترة زمنية وينشف تقريبا بيجيبوا دباغ. دباغ من ايش؟ من شجر زي بلوط هيك عارف. مثل شجر البلوط او نوعية من يعني الاشجار. يعني شجر ولي عروب. بيجيبوا من لحائها. لي صبغة زي الصبغة. نعم. ويدقوها ويطفوها العروب وينقعوا السعن فيها. نعم. بنقعوه. نقعوه. بخرج بلون جديد وبرائحة جديدة. يومين يو ثلاث في بعدين يطلعوا ويشعروا. بعد ما ينقعوا. نعم. بيكتسب لون جديد. ورائحة جديدة مش رائحة جلدية. نعم. رائحة عطرة نوعا ما. هوا الصبغة. على هوا نوعية الصبغة. الشجرة اللي يجيبوها هذه. نعم. حلوة ضيع ريحتها. نعم. جلد. نعم
بحطوا فيه. إذا الدباغة كانت عندكم كمان مش مش. لا هم بيقوموا بالدباغة. كل شيء. كل شيء عندهم اكتفاء ذاتي تقريبا. إحنا عندنا نجب للوحيد. نجب. نجب زي بلوط حروب. بخرج من وين هذا النجب؟ من وين بيجيبوه؟ هذا يجي في البحر يخش للوديان. نعم. والبحر يجرفه. يجمعه. زي هذا الواح. نعم الواح تشبه هذا بشكل هذا الكلام. أيوة. نعم. تشبه هيك الواح بهذا ولونها بني زي هذا الشكل. بني يا حمام. لونها بني. قطع خشبية بتكون الأودية. الأودية قاذفيتها هذه القطع الخشبية إلى البحر. من الجبال من الوديان البعيد. من الأشجار البعيدة الموجودة في المنطقة. هذه الأودية بتودي هذه القطع العقبة. الخشبية. من وادي العقبة. من كل هذه الأودية بتصب في البحر. بتتجمع في البحر والبحر على الساحل بقذفها. بتناولوا هذا القطع. وإحنا نشوف صوازلام وحريم. نعم. يدور اللي هن جاب على البحر. هذه القطع بسموها نجب. يلم منه. تسمى نجب. وهذا النجف هو اللي بيدبغوا منه. بيقوموا بالدبغ منه. كانوا في تركيا يدقوا لنا ويطبخوا لنا ويجيب خرائط الطحين. خرائط. نعم. خرائط الطحين البيضاء. ويدبغنهن في قلب هذا الصبر. النجف. ويخيطنهن ثياب ويفصلنهن ثياب. ويلبسنهن ثياب. أيام تركي. بتغير لونهن ببطل أبيض. أيام تركي. بيصير لون من أيام زمان يعني. نعم. إذن يطحنون نجب هذا. نعم هذا القطع الخشبية يطحنوها. يطحنها عرحاء. يطحنها ويخلنها ناعمة جدا. يوم ما بدهن يسوون فيها الملابس. يدقون الواح هذولا. ويحطن في الحشوية شوية ونصير زي الطحين. زي الرقمه ناعم. نعم. ويطبخن وينقعن فيها القماش هذا وفصلا أخطر. اللون ال. اللون النجم كان ما في قماش كان خرائط طحين كينات. هذا قديما بتحدثك عن قديما يعني اواخر العهد العثماني. نعم. كانوا الناس يجيبوا يلا خلقتنا. يجيبوا الاكياس اللي يجلب فيها الطحين من البلاد الاجنبيه لونها ابيض ويفروا هذه الاكياس ويجيبوا هذا النجم ويلونوا هذه الملابس باللون النجم صباغة. صباغة. ويفصلوا منها ملابس كما يشاؤون. ثوب، بنطلون، كذا. نعم. نعم، قميص. الله انك عمرهم فيه. ديدمك يا ديدمان. نعم. الغراب الازرقي. نعم. تغني للهدوم فنجة. تغني وهي تطبخ في تصبغ في الثياب. هاي والدتك. نعم. فالهدوم. فالودها تفصلهم. نعم. نعم. تطبخ فيهم وتغني لهم. مش غني لهم. بتسلي حالها يعني. سلي. لانه كل عمل يرافق غناء لازم. سبحان الله. طيب نرجع كمان ايش في كان في اذا كنتوا حيوانات نرجع تحطوا اللبن بال نرجع على الشعن وخضوه. سموه الشعن وتحطوا اللبن وتخضوه. كيف تخضوه؟ بتحريكه من امام للخلف. امام للخلف عدة مرات بهذه الهزة بالطريقة. معلق بكون. بكون معلق بشعبة بثلاث اعمدة. ثلاث اعمدة. او بكون معلق بالبيت بعمود البيت. مراجيح زي هذا. او بكون هو عادة له مراجيح ثلاثة. زي هذا. تشبه هذه القائمة. ثلاث قوائم يعني. ايوة ويربط حبل من الاعلى فيه. ويربط السعن مؤخرته امامه وينهز بهذه الطريقه. نعم. طيب وضلينا نهز فيه وبعدين بعد ما هزوه بعدين كان الدنيا صاقعه سخن له شويه ميه دافي يعني. يكون عندهم شويه ميه دافيه. بعد ما خضنا وشفنها رغوه اصبحت رغوه داخل داخل السعن. نحط عليها شويه ميه ونعطيها ورد يخضوا يكملوا بعد المي الدافية. نخض يومينها تصير الزبدة تتجمع. نعم. يطلعوا فيها من الباب ونطلع ونديره في طوج عندنا كبير. يديروا اللبن هذا اللي خرج اللبن والزبدة. نعم. والزبدة عليه بجمعوها بإيديهم هيك على السطح. بتكون على سطح اللبن بجمعوها شقلتين على هو العصر المي منها ونحطها في الكوز. نعم. في الكيزان.
يحط الزبده في الكيزان. الكيزان هو الفخار. نعم الفخار. والراح نوديه على اي ابن نبيع. تبيعه في ابنه. او يستخدموه اجزاء منه تستخدم. يبيع ولبن يجمد لنا في الخرايط ويروح يبيع لنا جامد في ابنه. اللي هو الجميد؟ اللبن اللي خرج مع الزبدة يضعوه في أوعية قماشية بتتسرب منه أجزاء كثيرة من المياه اللي داخله. وإيش بصير؟ وبيظل تقريبا شبه اللبن اللي أيامنا لبنة، زي اللبنة، كما اللبنة، لبنة كما اللبنة الموجودة عندنا الآن، وتباع هذه اللبنة. طب والجميد؟ ممكن ينشفوا منه أجزاء كثيرة ويعملوا جميد. كنتوا تعملوا جميد يا حجة؟ سووا جميد جراس. جراس. سووا للشتوية. هذه اللبنة ممكن يجمدوها أكثر ويضعوها في الشمس بقوالب، ضمن قوالب دائرية أو كذا، ويضعوها في الشمس لفترة زمنية معينة ويضعوها للاستخدام. نمدح الزبدة هذه ونسويها سمنة ونخبيها هذه للضيوف. نعم. أيضا الزبدة هاي ممكن يقدحوها. يقدحها في شيح وفي حوايج وفي دنيا. حوايج وشيح وبهارات القدحة. قدحة السمنة. تنفتح نفسك حتى. وهذه السمنة يستخدموها للضيوف يوم ما يجوهم ضيوف. بيعملوا لهم مناسف فت. نسجل. فت ولحم وسقوا الفتيت هذا والمناسف والرز باللبن هذا. زمان ما دقت الزبدة هاي اللي بتحكي عنها؟ زمان. ولا انحرمنا منين انا طلعنا هاجرنا. نعم. طيب حجة نرجع لشغلات ثانية غير حكينا عن البقر نرجع للغنم والماعز. في اغنام كانوا في ناس يقتنوا اغنام. في غنم. شلايات كثيرة يكون عندهم. مين عندهم شلاية كانت؟ كانت حامد عندها. مين هذه؟ الولويل، حامد الولويل. اللي ماخذ من ابو سويرح؟ لا هذه مستقله لحالها، هذيك سلميه. سلميه عمتها. اللي كان عندها قطيع من الابقار. ما قالت غنم. عمتها ما كان عندها غنم، كان عندها ابقار. تبنى خرفان ربايب. نعم. تبنى بقر. نعم. طيب اللي كان عندهم قطعان غنم غير حامد؟ وليد عبيد هيك اسمر. كان عندها عبد اسمر يقوم لها برعاية البقر. نعم. عمتها. اللي هي مرت مفلح ابو سوير. طب والغنم؟ الغنم كانت قطعان عند الغنم. قطعان كان عند ابوه. عند ابوها. عند والدك كان عنده قطعان. والدي. هذول كنت تاخذيهم وترعي فيهم؟ طوام يجيبن معي، وقرب فسخ وازهق منه. يعني غنمهم نوع مميز كانت تجيب الواحد توم. توام. توام لما يولدوا. نعم. اكثرهن بيض وحمر. لونهن ابيض على احمر. طب لما بدها تولد شو اسمه مين كان يعتني فيها؟ مين كان يولدها؟ انا اللي معاهي. انت هي معاهن وهي الغنم بتولد لحالها. لكن هي بتحمل الجد اللي بلد وكذا. خال بعد امهن ما تحسن وتنظفن. ويصير يمشي معاها دوحلن بشيلهن انا اريحهن. كنت تحملي؟ بعد ما تنظف وامه ودير بالها عليه. بعد ما يلد يعني يوم اللي ولدني معايا صار احطهن في قنعتي واكتفهن واحطهن عقب وعي. واذا كان مثلا الاعداد كبير اللي ولدن في نفس اليوم تحطهن بالقنعه تبعتها اللي هي القنعه مثل الشاش هذا ولكن لونها اسود. وتربطهن وتحطهن داخلها وتحطهن تحملي. على راسك. تحملهم على راسك ومعلقين وراكي. نعم. هذا اذا ولدت اكثر من واحد. اذا كان اعداد مثلا خمسه سته ولدت. كثيرات يجي 100 غنم جاب لنا واحد من الجوره يعرف ابوه. قال هذا خلهن عندك يا ابو سليم. الولاد خلوا راعوهن. نعم. صديق لوالدها من قرية الجورة. قضى عسقلان غزة. نعم. يعطيك نص اولادهن. قال له هذه هاتهن هذول مجموعة من الاغنام خليهن عندك. انتم مناطقك بر وبعيشن فيهن وخليهن عندك ونص اولادهن لك. ونص اولادهن لك. وكون من هذه ثروة كبيرة جدا. انت اللي كنت دائما انت اللي كنت ترعي دائما اصخو صار انت اللي كنت ترعيهن؟ انا اللي رعاهن. يوم اني تجوزت قال ابوي البنت تجوزت اللي ترعى الغنم تعالوا ليهن.
نادى صديقه القديم. قالوا حبيبي لو مين ودي يرعى الغنم ومين ودي يقول؟ ما في حد يرعى الغنم الان، هذه البنت الصغيرة راحت اتجوزت الان. اتجوزت. نعم. طيب انت تجوزت عمرك قديش يعني تقريبا؟ والله حوالي ابوي يقول 15 عمرها. 15 سنة؟ طيب كويس، اذا 15 معناته كبيرة. طيب هذا صغيرة. لا 15 لا كويس، مو زي ام 12 وام 11. طيب نكمل حج، ايش كان في كمان عندكم حيوانات؟ اخرى حيوانات اخرى ايش كانوا يجنوا؟ هلا البقر وغنم. انعاج بياض؟ لا ما قلنا، ما بقنوا كل المناطق هذيك ما كانت تقناها؟ ما يبنوها. نعم، لانه طبيعة المنطقة اللي عندكو ما بتعيش فيها غير الغنم الصمار. غير الغنم الصمار لشنا شجر. نعم. عاذر وشغل. شجر عاذر. ما تاكل العاذر. النعاج ما بتاكل العاذر، بينما الغنم الصمار بتاكل العاذر. النعاج تاكل الربيع بس. والمناطق هذيك قليلة الربيع لأنها برص. ربيعها ما بظهر فيها. فيها عاذر، فيها رتم، فيها سريس. نعم. وهذا ما كل الغنم. أشجار العاذر والرتم والسريس. طب نرجع نسميهم كمان مرة الأشجار هاي اللي كانوا يأكلوا منها الغنم الصمار. الغنم الصمار. العاذر. العاذرة. الرتم. الرتم. والسريس. نعم. والسدر. والسدر. نعم. والحراز. والحراز. نعم. وكل شجرة يأكل منها الغنم. بس الماعز كان بده ربيع. النعاج. الشياه البياض. البياض. نعم. البياض ما نقدر. نعم. الشوبة طلمسن. شير ما يمشي. عندما تشتد حرارة الشمس. النعاج ما بمشي، ما بصرح. جمعا على بعض وبعمل شبه ظل وبتجمعا. فبدك تظل قاعد عندهم. تنتهي فترة الحر هاي. وبعدين بيسيرن. اطربوك الضب الغربي سرا. نعم. وهل بده يسوق يسلحها يخليهم ياكله. يلعن. وينهم تحتات من عيادين. بدهم مش يمشوا. ما بيمشوا، النعاج صعب التعامل معه. قال يلعن ابو علينا، انا جاي بلوه. انا حسابهم زي الغنم والبقر. لا ما بنطلقن، عملية الانطلاق عندهم ضعيفة. ضعيفة. طيب طيب حجة بدنا تحكي لنا عن الحيوانات اللي كانت موجودة عندكم اللي ما كنتوا تربوها، يعني شو كان عندكم؟ طيور؟ شو كان يعني مثلا عقارب كان عندكم؟ عندنا سلسة عقارب وافاعي حيايا وحيايا. نعم. حيايا لما تحكي حيايا من الكبيرة الافاعي صغار. أفاعي صغيرة. سليمانيات من هذول. اسمهن سليمانيات. كنت تسموها سليمانية. نعم. أيوة. رفيعة بتيجي طول ال. خططات هي. يعني بتيجي طول الإيد. لا طوال هذول. السليمانيات. طوال. يعني كم طوال؟ يعني ذراع هيك باع. ذراع يمطلها ذراع. ذراع. تقريبا 70-80 سنتي. ما كانت تكون سامة. سامة. السامة شبر يعني شوية. تلقاها تقص في الارض. الافاعي السامه قصيره. اللي يقصن هذا. وتختفي في التراب في الرمال. نعم. الله ينفعنا. بينما السليمانيه ما بتاذي، بظل بعيده. لا هذا ما ياذي السليماني. نعم. كل حين في الحزام العنب الحطب نلقاهم. موجودات في حزم العنب. احنا شايفين. بقايا العنب. بكل الموجودات في حزم العنب وما بإذن حد. يوم ننطر الحزمة من فوق روسنا يطلع يهرب. نعم. سليمانيات هذا. سليماني. نعم. طيب ايش كان في كمان حيوانات اخرى؟ حيوانات بتخافوا منها كنتوا زي ايش؟ في ارول. 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 شو الارول؟ القوقعة. نعم. القوقعة. قرادع اللي هي السلحفاة. سلحفاة. نعم. السلحفاة البرية. ايوه. نعم. والول هذا ينفخ حاله ويعرعر ذيله. نعم. وبقاتل الحية هذا ولا لا؟ في ذيله يضرب. ولا مش هو اللي بقاتل الحية؟ هو اللي يقتلها. هو اللي بقتل الحية، هذا يقضي على الافاعي على الحياة. بذيله يضربها. بذيله. اللي هو الورل.
كم حجمه حجه؟ حجمه حجمه اكبر من الحلزون. حجمه يعني هالطول اكبر من الحلزون. كيف الحلزون؟ اكبر منه. أكبر. مثل الضب، اكبر من الضب كمان حجما، وبنفخ جسمه ورقبته. ولا لا الورل صحيحين ينفخ ويتراجع بجسمه مشان ينقض على فريسته. وهذا هو الوحيد اللي بيقاتل الافعى. الافعى ما بتستطيع الاقتراب منه. هذا اللي قتلها. نعم. الورل. جرابيع، في جرابيع؟ في جرابيع وفي فيران. نعم. بس. واويات كمان. واويات للنسانيس. في واويات، في حصانيات. في حصانيات. في نسانيس. في نسانيس. النسناس. في هذا ابو الشوك. القنفذ. القنافذ فيه. فين شوك. جنافل فيها. فيها خلند. ذات خلند. فيها خلند يسوي توالين الرمل فيه. اللي بيعمل توالين الرمل في الارض. نعم. هذا خلند. ذئاب. ذئاب. كنتوا تخافوا اكثر شيء من ايش؟ اي حيوان؟ في ذئاب فيها مناطقهم. ذئاب كان فيه. نعم. لا ما نخاف منها. بر. ما بيخافوا من ال. ما في شيء يتقي. يعني ما بيقدر يغدر فيهم ويقض عليهم. مكشوف. مناطق مكشوفة بيقاتلوه على طول. الشجرة العادل صغير مش كبير. نعم. يعني ما بيستطيع انه يختفي. وينقض عليهم انقضاض. مناطقهم مكشوفة، بيوتهم مكشوفة. في اي وقت بده يهجم عليهم بكون بتصدوا لهم وبيقاتلوه. ما يهجم. وما بيهاجم الناس، هو اصلا بيخاف من الناس. ذياب، في ذياب؟ في ذياب لكن ما يبينني. ذياب ما بيبين. بس تسمعوا اصواتهم بالليل؟ بس نسمعهم يعون. نعم. اصبع. طيب يقول لا لا ضبع ما في. اصبع ما مر عليك وما سمعته؟ في زبر. زبر. الزبر. هذا زي الارنب. نعم. يمشي اديه هيك والسالفه هانه تكون رجليه. رجليه اديه هيك. اديه اماما ورجل. اماما ورجلها نتصير. ورجله الخلفية. زي الارنب. بيمشي بطريقة مختلفة عن الحيوانات الاخرى. وليه ذيل هالقدي. ذيلة دبست ذيلة من قدام يجرها يوم يتعب. يجرها مع اثره. اثر يعني بتعرفوا انتوا من اثره على التراب. هذا ابوي قال هذا زبر، شايفينه اللي اثره العرجليه من هاني. كان يهاجم. لا هذا يخاف. هذا ايش بوكل؟ ممكن يهاجم. كان يخرب مثلا ياكل بوكل كذا. والله ما ندري هذا. انا ما بدي ما لحقت غير ابوي ورانا اثره. اثر له ما يبين للناس النهار. لما كنت تطلعي تسرحي بالغنم تبعك ما كانش يكون معك كلب ولا؟ لا كلاب ما تستخدموهن؟ ما نستخدمها. ما تقنوهن الكلاب؟ نقناهن عند البيوت. عند البيوت موجودات لكن ما يطلعن مع ال. ما يطلعن مع الغنم. يعني ما لما كنت تطلع ما كنت تخافي من شيء انت على الغنم؟ لا بلاد امان. امان جدا يعني. بلادنا امان. لا من الحيوانات يعني. امان. حتى الحيوانات ما بيهاجم من الناس. لا ما يهاجم ال ال في النهار. لا نحن الغناني والزغاريت قايمات معاه. يعني بيعمل نضجه هن وبيعمل هذا كذا. والناس بتظل متواصل بعضها ببعض. ما يقدر ان يقرب لنا خالص. نعم. كمان حيوانات بريه ايش فيه؟ في ارانب بريات. وغيرها خنازير بريه كان حج. لا ما في خنازير. ما شفناه. جرابيع. في جرابيع. في جرابيع بيض. في لونهن ابيض. مش بني. وعيونها وساع. نعم جربوع. نعم. هذه كانت موجوده في هذيك البلاد. كانوا الناس يصيدوها وياكلوها ولا؟ البرص. لا ما ياكلوها. في ناس تاكلها لكن ضمن نطاقك وانتوا هناك ما كان حد ياكلها. ناس ياكلها بالبر. في البر. هذه توكل في البر. أهلنا يقولوا. في المناطق الصحراوية. يقولوا أيوة. نعم. الضب. طيب كان موجود عندكم الضب؟ لا
الضب في بلادكم ما كان موجود؟ بلادنا ما في ما في ضب. لأن الضب يكثر في المناطق الصحراوية. لا احنا عندنا. طب حجي كان الطيور ايش كان الطيور تشوفي؟ انواع الطيور اللي كانت تفد عليكم. طيور فيه درج. نعم. فيه قطع. نعم. فيه زرزور. نعم. مش يجي دايما. يجي مواسم. مواسم. اوقات. ضمن اوقات. في علاء. في قناز. فيه لامي. نعم. في صفري مع البقر. هذا يتابع اصفر لونه. عصافير هذول. ليش حكيت مع البقر؟ مع البقر يرعى ياكل بقايا روث الابقار. روث الابقار نعم. ياكل. نعم. على البقر يرعى. نعم. نعم. ينقل من ذبانهن من الدلم اللي بيكون موجود على اجسام البقر. صغير فيه دلم. شو الدلم؟ الدلم اللي هو عبارة عن حشرة. حشرة صغيرة تلتصق في جلد الحيوانات. يعني وخاصة يعني يخلص البقرة من الحشرة من هاي. الحشرة الموجودة. نعم. يخلصها. وخاصة في مناطق ذانها لأنه ما بتستطيع تصل إليها أو خلف ذانها. نعم. نعم. تحت ذيلها أو كذا. يا رب في يوم من الأيام قلت لها. الشعران يأكل الشعران. إيش في كمان طيور كان؟ في الحود هذه. الحود هذه دائما. الحود والغراب. والصقر. والصقر. كنت تشوف الصقر؟ نشوفه. الحودي هذه كانت تلتقط دجاجهم. الصيصان والدجاج اللي تسلط على الدجاج اللي عندكم؟ نعم. تلقط فريدها وتطير. كنت تشوفين المنظر هذا؟ نشوف. نعم يتناولها وظل طير. انا اللي لاحظتها هاي واحنا بالضفه الغربيه. انا لاحقتها. في الستينات. كانت الحود ترفرف وتغير على الصيصان. على الصيصان الدجاج وتتناول وظل شاب. طب الصقر كيف شفتيه وعرفت انه هذا صقر؟ يتكاتل يكون انه يتكاتل فوق في السماء. مبينها تشكل. بعضها مبينها. ونشوف واحد يرزق اطفال. ينطلق من السماء على الارض. يلتقط الحيوانات الموجودة مثل الفيران الارانب العصافير. يلتقط فرائسه. نعم. الموجودة على الارض. نعم. والدرج. الصفر ذكرتيه. والشنار. الشنار موجود عندهم ايضا في بلادهم. نعم. والفر. الفر ايضا موجود. الفر هذا يجي من الجورة. من عند غزة. من جهة. من جهة غزة. من قرى غزة. من منطقة الجورة يجوا صيادين على مناطقهم. صيادين في غزة. مشان يصيدوا الفر. في غزة الشرك. والشرك يحطوا لي عندان وغزوا معطول هالبحر. على الساحل. الساحل البحر من برا. عطول الساحل. نعم. يجيبوا أعمدة طويلة ارتفاعها تقريبا 3 متر 4 متر. وليه وخيام. وشبك. وشبك ممتد على مسافة 40-50 متر. بالعمق لجوا. مش بعمق البحر على ساحل البحر. على الساحل. على ساحل البحر. هاي البحر نفترض وهذا الساحل. بحطوا هنا أعمدة وهنا أعمدة وهنا أعمدة وهنا أعمدة وبمدوا الشبك على امتدادها. الفر هذا بيجي من البحر. من جهة البحر باتجاه اليابسة. بيكون منهك جدا. باتجاه اليابسة. نعم بيكون منهك جدا. وهو منهك جدا بيكون طيرانه خفيف جدا فبصطدم. بالشباك. على طول وبمسكه. بالمو. غزل هم بسموها الشباك هاي. اللي تصطاد فيها الطيور غزل. هاي كانوا يعملوها بمنطقتكم؟ يصيد الهدهد. يصيدوا هدهد. يصيدوا البغبغانة هذا الطيور الغريبة. نعم. اللي قادمة من البحر. الهيت الرعيان. والهيت الرعيان نوع من انواع الطيور. تكون جاي من اوروبا طيور مهاجرة. نعم نعم نعم. مهاجراتها. بتكون منهكة في الطيران. ما بتصدق بدها تصل اليابسة. انتو كان حدا من عربكم يقوم بالصيد بهاي الطريقة؟ لا لا. صيد لا هم كانوا يصيدوا السمك. لا بس بهاي الطريقة ما كنتوا تصيدوا انتو. نصيد نسوي دباكة عازر. ويوم يكون الفر واجد تعملوا دباكة؟ دباكة عاذر من شجر العاذر. بيجيبوا نبصرها من الشجر ونسويها ويخفوها امامهم وهيك ويتجهوا نحو تجمع الفر. ونحط الشجر هذا هيك وشجرة كبيرة مهدودة.
ونحطها يجيب في العاد كثير رفوف يفوت هذا تحت الدباكة يغمر عليها تغمر عليها هذاك اللي لابد عنده. عمرك صدتي بهاي الطريقة انت؟ والله احنا انا ما صدت. طيب انت حكيتي لي المرة الماضية انك كنت تصيدي سمك. في الشبكة هذا جوالنا هو شينا الغنم جابوا لأخوي الله يرحمه تعيشي جابوا لي شبكة. من هم اللي جابوا له الشبكة؟ الجوارني أهل الجورة اللي جابوا الغنم عندهم. جابوا له شبكة. جابوا لأبوي شبكة قالوا هذا لابنك يا أبو سليم نسليم. يصيد فيها في الواد يتعلم. يتعلم صيد السمك في الواد. صيد سمك. طيب. جابها لي ونصيد أنا وياه كنا هذا في البحر ننشر. تنزل على واد سقرين. على المفجر على النهر. نخمد جمال زرعة هناك في الزنبوت وفي العقول واحنا نبلش في المية كنا هذا تنزل وتنزل هو في المية تنزل والطبارة هالطول نعم بعدين يا ابو النهر مياه مش غميقة جدا شي الطبارة نوع من انواع السمك سمك طبارة نوع من انواع السمك اسمها طبارة طبارة نعم تسمر بس بطنها ابيض صح جلدها الخارجي أصمر وبطنها أبيض هذه هي الطبارة حجمها بحجم كف الإيد يعني حجمها قديش حجمها كبيرة الطول كبيرة أكبر من كف اليد يعني تقريبا 30 سنتي طيب نلقطها في الشبكة ونتكها برا ونولع معانا شحاطة ونولع ونشوي وناكل كنتوا تاكلوا وعندما درعة عندنا مكيف انت بتصيدوا سمكة واحدة انت ولا ثنتين؟ لا نصيدوا لأهلنا كمان بتاخذوا معكم لأهلكم؟ ناخذ مشوي وناخذني كنت تحس انه النهر مليان سمك؟ اي واشوفه كله يغرب على البحر على البحر كله ينزل في شيء ما نلحقه الكبار حدا كان يصيد غيرك؟ يبلبط لا ما في هناك إذا أنت البدوية صيادة السمك. يعني كنت ترعي نعم. وكنت تزرعي. نعم. وتصيدي سمك. كلنا هذه صنعتنا. حياتهم بعيشوها بكل حذافيرها. نعم. يعني كنت مبسوطة بحياتك في شو اسمه؟ والله كنت مبسوط. ويضرب لك صيادة غر غر هذا غريري جاي. زي الدجاجة نوع من انواع الطيور نعم ويجين شايلات في الطلق ويهدل في البندورة وابوي يخيط عليهم صيادين اطلقوا النار على رف من الغريريات اللي هو نوع من انواع البط نوع من انواع الطيور يشبه الدجاجة يعوم فما سقط فورا عند الصيادين شال في الطلق ابعد يعني ظلت الروح فيه المسافه فسقط في بياره والدها في مزرعه والدها مزرعه البندوره فانتوا تروحوا تجيبوها هجم عليهم وذبح كم واحده؟ ثنتين ونقوم نشويهن ودارنا كملنا واحده الا الصيادين دي كم واحد انتوا؟ احنا اثنين انا وابوي بس انتوا اثنين ما كملتوا واحدة ما كملنا واحد وناخذ واحد لاخواني نعم روحناها على البيت هذه غريرية اسمها؟ غرة نوع من انواع الطيور اسمه غرة لها صبحة من هنا بيضة لها بياض على بياض على الجهة وعلى منخارة على منقارة على منقارة على المنقار نعم ابيض نعم طب كنت تشوف حدا يجي على المي يعني انت كنت تروحي لحالك ولا مع مين؟ اخوي انا واخوي انت واخوك كنت تشوف حدا ثاني على المي؟ في مزارعين هذاك يجي من جرة في اهل حلال يسقوا في اهل حلال اهل كذا اللي لهم مزارع بقر يوردوا على الواد لا تخلو المنطقة ولكنها مش دائمة طب عمرك سبحت في المي؟ في النهر يوم نشوفه خيله ونسبح يوم اشوفه خلو ما في ناس وعدد بتفوت بتسبح نقعد في هدومنا ما تشلح اواعيها تفوت ما نتشلح تفوت في الهدوم كلها في الهدوم من الشوب بس هذا بايام الشوب اما ما تسبحي تسبحي لا ما تعرف تعومي في البحر اعوم تعومي في البحر
تعومي وما تغرقي. عمت وفترة ودها تسحبني الموجة. هيك شو لفتني زي حوامة. حوامة والحوامة ودها سبيل حطني. بدها تغرقك لتعب. وانا نعم. دنب مفرمة الوجيك طاير. نعم. افزعوا لي افزعوا لي نادي على الولاد. طب نعم. انت كيف تعلمتي تعومي اول اشي؟ نعوم احنا دايما على البحر. احنا هم على البحر هم حياتهم هناك البحر والنهر. احنا يوم نعم. في صيادين مراكب ونلقى السمك مكوم على البحر. نعم. نعبي لنا مواعين ونروح فيهم. نعم. نروحن على الدار. وهذه حياتنا. نعم. نشوب هناك في البيوت الحق على البحر نتحمل. على البحر. قريب منهم. على البحر نهود احنا نعم. والبنات ونتحمم ونروح. نعم. ما يكون معكم رجال؟ لا ما معنا رجال. نعم. بنات بدويات طالع. بنات بدويات زي نزل. البدويات نازلين يركضوا على البحر يسبحوا. نعم. صدق الله علينا اقول لك يا اخي. ايام حلوة ذكرتها بماضيها الحجة. والله يعني عدت مش مشتاق للبحر حجي انت هلا بمخيم البقعة. انا بحب البحر دائما بحبه ومنظر ذبحت غنمي للبحر. ذبحتي ايش؟ ايوه نعم خذ هذه المعلومة. طب احكي لي كيف يعني ذبحتي غنمي للبحر؟ للبحر بنظروا للبحر. يعني ذبح انت رحتي نذرتي للبحر؟ قالت له اذا حدث كذا وكذا راح ابحث لرجال البر والبحر اذبيحة. طب ذبحتيها وشو سويت فيها؟ ذبحتها وكلناها طبعا. اكلوها طبعا. كلتوها على البحر. بس هاي الذبيحه كانت للبحر هيك. للبحر نعم. على البحر اسمية مو ولي البحر ولي. البحر مقدس ولي. ايوه هيك شيء عظيم البحر. يقولوا لك. زينب. ولا كيف هم القدماء عبدوا؟ زمان كانوا. ايوه بنت معمره. زمان كان في اله للبحر. نعم. في تيوب في البحر. في ايش؟ ليلة تيوب الغالي توب في البحر غسل الذنوب. أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام. ما شفي إلا من وين؟ من البحر. من ريح البحر. ليلة الأربعة. وليلة الأربعة بالذات. ليلة الأربعة نزورها عشان البحر. بروح يزور البحر. نروح مع لأنه يشفي. نطمس فيه من شان اللي فيه مرض يطيب. شوف الاعتقادات هذه كويسة. من كل أسبوع هاي مرة بالسنة. ولا كل أسبوع؟ كل أربعة. كل أربعة. كل الأربعة من كل الأسابيع. ليلة تيوم لها يواني هواني ما. مش كل أسبوع. إيش اسمها؟ ليلة. ليلة أيوب. ليلة أيوب. شهر الخميس. في شهر نيسان. أربعة من شهر نيسان. تيوب. هم بيقولوا تيوب. تيوب. لأنهم هم بيجمعوا بين أيوب والتوبة. أيوة. تيوب بيجمعوا الثنتين مع بعضها. تيوب تاب. نعم التيوب من 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 الذي تاب يعني. تاب هو من أيوب كمان هو. نعم. بيجمعوا الثنتين. تيوب. طيب. نتصوف بنكمل حديثنا حجي ناخذ استراحة ويعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي.